المراقبه قد ايه؟ 10 ايام او 5 ايام او 3 ايام او 48 ساعه او 24 ساعه هو حر. انما تقدر جديه الموضوع ده، المده دي كافيه ولا مش كافيه؟ طيب المراقبه الشخصيه، عدد مرات المراقبه، رقبته كم مره اثناء التحريات؟ طيب والحاله التي كان عليها المتحرى عنهم اثناء مراقبتك الشخصيه. اللي بالك؟ طيب الحاله اللي كان عليها، هل كان محرزا او حائزا لسمه نشاط اجرامي معين ولا لا؟ طب الكلام ده مش كلام مرسل، ده كلام واقع بقى. نقول انت بتراقب ليه؟ مراقبه شخصيه حتى يتاكد ان المتهم اثناء اجراء التحريات كان محرزا لنشاط اجرامي ظاهر وواضح وادركه باحدى حواسه، وان هناك جريمه حله وواقعه وظاهره تكون مبرر لصدور اذن النيابه بضبط هذه الجريمه. امال هو الكلام كده مرسل؟ الاذن يصدر على اي حاجه؟ لا. طب ما في جريمه مستقبل، في جريمه في تحريات بتوصل لان دي اللي اتعرض على النيابه دي جريمه مستقبله، ما ينفعش صدور اذن عنها. طيب نقول عدد مرات المراقبه ليه؟ حتى تتاكد النيابه العامه وتراقب المحكمه، وتراقب المحكمه أن هناك تحريات وأن المتحرى عنهم دول أثناء التحريات كانوا مرتكبين لفعل مجرم، وده تحقق بالمراقبة اللي شافها وشاهدها مأمور الضبط القضائي اللي بيتحرى. طيب هي دي بقى عناصر التحقيق بتحققها النيابة، مش الثلاث أسطر اللي بتعرضوا على النيابة دول، لا، ده العبرة بالتحقيق التي تجريه النيابة بشأن التحريات. بتيجي النيابة بقى لما بتسأل الضابط اللي عمل التحريات، تسأل مع ايه معلوماتك؟ تقول معلومات. ما اللي حصل؟ يحكي ويقول بقى ويعيد ويزيد، يقول له طيب هل أجريت تحريات حول الرقم؟ أيوه. طيب ما مصدر تحرياتك؟ يقول له مصدر تحرياتي مصدر سري. خلي بالك لغاية دلوقتي انك مجهول اهو. مصدر تحرياتي مصدر سري، ماشي. طيب ما اسم هذا المصدر السري؟ خلي بالك، ما ايه المصدر السري ده؟ هو اللي قام بالتحريات، يعني له دور ايجابي في التحريات، يعني اللي هو اللي جاب المعلومه، يعني اللي هو اللي قال للمأمور الضبط القضائي الناس دي بتتاجر في المخدرات، الناس دي بتتاجر في السلاح. ده كله اللي جابه المصدر السري على حد قول الضابط، لكن هل صح ولا غلط؟ ما نعرفش، لأن المصدر السري لما يقول له ما اسم المصدر السري يقول له لا، لا يمكن أتبعه باسمه حفاظا على حياتي. لا يمكن البوح باسمه حفاظا على حياتي. ده الضابط اللي بيقوله بجنبه وبيسأله. ألا لا يمكن البوح باسمه ازاي؟ اذا كان ده له دور في الدعوه الجنائيه، ده دور اساس، ده التحريات الاجراء المبدئي في الدعوه، ده التحريات وليد الدعوه، ده مضمون التحريات، هو مضمون الدعوه الجنائيه اللي هيترتب عليه اما بطلان جميع الاجراءات واما صحه جميع الاجراءات وما ترتب عليه. هي دي التحريات، اخطر اجراء في الدعوه. طيب لما يقول الكلام ده ويقول ما اقدرش اقول اسمه، ماشي، ما النيابه ما عندهاش تقول له، هي كده مصدر السر. هل اشترك معك احد في اجراء التحريات؟ يقول له والله انا عملت التحريات بالاستعانه بالمصادر السريه. طب يقول له وما هو اساس صدور اذن النيابه؟ او على اي اساس صدر اذن النيابه؟ العام يقول له بناء على المصدر السري. خلي بالك الكلام اللي انا بقوله مش كلام، لا، لما يقول بناء على المصدر السري دي
تحط تحتها متخط، لان ده جوهر الدعوة، جوهر التحريات. لما يقول الكلام ده على اي اساس صدر اذن النيابة؟ ده اخطر سؤال مقدم من النيابة للمأمور الضبط القضائي، سؤال جوهري. يعني بمعنى كده البلدي، اساس اذن النيابة صدر على اساس ايه؟ او اذن النيابة صدر على ايه؟ لازم يقول له على معلومة من المصدر السري. يبقى هنا اذن النيابة صدر على تحريات؟ ها؟ صدر على تحريات؟ يعني فيه تحريات؟ فيه؟ ها؟ ها؟ طيب، قال له طب وما مدة التحريات؟ قال له 24 ساعة، 10 أيام من تاريخ تلقي المعلومة. يعني إيه من تاريخ تلقي المعلومة؟ يعني من تاريخ تلقي المعلومة اللي قالها لي المصدر السري. ماشي؟ اللي قالها لي المصدر السري. طيب، لما دي المعلومة يبقى إذن الإذن صدر على إيه؟ يبقى الإذن صدر على مصدر سري، معلومة المصدر السري، ولا دور لمأمور الضبط القضائي الصادر له الإذن في إجراء التحريات، لأن انتفى الشرط الجوهري اللي هو المراقبة الشخصية. خلينا بالبلدي كده. وبعدين قلت محكمة كده. النهارده أقول صدر على إن التحريات صدرت على أساسها مصدر سري. يبقى مصدر سري مجهول. مجهول. مصدر سري خلي بالكم مجهول. وإلى أن تقوم الساعة هيفضل مجهول. وعمرنا وبنقول للمحكمة عايزين نشوف المصدر السري، عايزين نجيب المصدر السري. المحكمة مالهاش، هتقول مصدر سري ده مجهول يعني. طيب، يبقى لما الإذن يصدر بالطريقة دي ولا توجد من عناصر التحريات العنصر الجوهري الذي يترتب عليه صحة التحريات، وأن النيابة تجيز صدور الإذن، وأن المحكمة تجيز التحريات وتطمئن إليها وتصفها بجدية التحريات. في الواقعة بتاعتنا دي مش هتبقى في جدية التحريات. ليه؟ لأن لما جه وكيل نيابة سأل ضابط المأمور الضبط القضائي، قال له الحالة اللي كان عليها المتهمين إيه أثناء المراقبة؟ ما هو قال له أنا راقبته 3 مرات، مرة بالليل ومرة الساعة 3 ومرة الصبح، يوم كذا ويوم 3 أيام أراقبهم فيه. طيب، قال له الحالة اللي كان عليها المتهم أثناء التحريات إيه؟ ده المفروض اللي يتقال في الإذن الصح. يقول له كان حائزا ومحرزا ويتعامل في المواد المخدرة مع المتعاملين معه. طيب، وشفت؟ يقول له طب أنت شهاد، هل شاهدت المتهم متلبسا أو حائزا للمادة المخدرة؟ له أيوه شفته، وكانت المادة كذا كذا وعبارة عن كذا. طب امال لماذا تم تقوم بإلقاء القبض عليه؟ أهله العبارة المعروفة، أنت ما قبضتش عليه ليه؟ طب ما كان حائز وكان محرز والمادة كانت معاه وظهر ووطى، ما قبضتش عليه ليه؟ يقول له أصل القوة لا تكفي، القوة اللي كانت معايا لا تكفي. خلاص ماشي، ده كلام خلص. يبقى إذا هنا أنا عندي بطلان الإذن بالضبط والتفتيش على جدية التحريات، عندي بطلان التحريات لافتقادها أو غاب عنها العنصر الجوهري وهي المراقبة الشخصية من جانب مأمور الضبط القضائي، والمدة التي استغرقتها التحريات. قلنا ده وقلنا ده. طيب، جه بعد كده أنت عندك في حاجات الامور الدفوع دي بقى اللي انت متوفره ليه؟ طب ما انت عندك حاجات لازم تجيبها
بره الدعوه. لازم تجيبها بره الدعوه. انت دفعت الدفوع اللي موجوده، دفوع شكليه ودفوع موضوعيه، ودفعت ما يتعلق بالموضوع، و كبر الكميه مكشش المحكمه. ده 5 كيلو هيروين مش كده. فجينا احنا طلبنا ايه بقى كدفاع؟ انت اسمع دي بقى مهمه جدا. جيت انت طلبت دفتر الاحوال عن يوم الواقعه بتاريخ كذا الساعه كذا. اما اذا كانت الماموريه ثابته بدفتر الاحوال من عدمه، خلي بالك قضيتك ما تقولهاش انت هتفتحها بايه بقى. فجاب لك وعازم ودفتر ايد القضايا. في فرق بين دفتر الاحوال وفي فرق بين دفتر ايد القضايا. دفتر الاحوال اللي بيبقى موجود ده بتاع ضابط خارج بيثبت الماموريه ويقول ان احنا قائم الساعه كذا يوم كذا لتنفيذ اذن النيابه الصادر بضبط وتفتيش شخص ومسكن وملحقات مسكن المتحرى عنه فلان الفلاني، ويقوم موضوع الساعه كذا بند كذا الصحيفه كذا. دفتر ايد القضايا ده بيبقى موجود فوق عند الضباط عند المأمور. بيجي الضابط بعد ما يرجع يثبت المأموريه بالتفصيل. ساعة كذا قمنا لتنفيذ الإذن، ضبطنا كمية كذا، ومبلغ مالي قد كده، وهاتف محمول أو اتنين هاتف محمول، وتم ضبط فلان الفلاني، وموضوع القضية في الإيه؟ في دفتر إيد القضية، ويمضي بند صحيح. فإحنا لما طلبنا دفتر الأحوال جه دفتر الأحوال. لما جه دفتر الأحوال دورنا على ما لما يجي دفتر الاحوال بقى بيجي على المحكمه. انت بتطلب الدفاتر دي او اي طلب، والمحكمه بتقول في القرار قررت المحكمه التاجيل لجلسه كذا، وعلى النيابه ضمن دفتر الاحوال اسم الخصوص عن يوم كذا الساعه كذا، وكذلك دفتر ايد القضايا. ده قرار المحكمه. النيابه تجيب الدفاتر للجلسه المحدده، وتيجي الدفاتر للمحكمة صبح. يبدأ احنا كدفاع بقى في دورك والرول المحكمة، رئيس المحكمة لك يا استاذ الدفاتر اللي انت طالبها جت، اتفضل شوف الدفتر. اخذ الدفتر اشوفه، اجيب الصحيفة، اجيب اليوم، اجيب الساعة. جبنا الصحيفة وجبنا اليوم وجبنا الساعة في الصف، ما لقيناش القضية مظبوطة في دفتر الاحوال، ولقينا يوم الضبط ده مش موجود في الدفتر. يبقى اذا فيه ايه؟ في شك ابتدى يساورنا. ده في حاجه، ده هما مش عايزين يجيبوا الدفتر ليه؟ طب ده احنا لازم نصمم على الدفتر. فجه المحكمه قال يا استاذ شفت، قلت له يا ريس ما فيش في الدفتر الاحوال اليوم الضبط اللي هو يوم 16/5 ده مش موجود في الدفتر، اخر يوم 15 وبعد 15 بادئ من 17 ما فيش 16. ازاي؟ فالمحكمه شافت قالت صممنا على الدفتر، النيابه المحكمه برضه قالت عايزين الدفتر على يوم كذا كذا ساعه كذا ودفتر ايد القضايا. جم كان يوم الثلاثة اللي فات لقينا الدفتر ده بيخليك تحس انك انت فعلا أقوى من كل الجهات المهيمنة على التحليل. تمام. ليه؟ تفكر صح. فلما طلعنا دفتر الأحوال لقينا الضابط اللي قائم بالتحريات والصادر له الإذن واللي قام ينفذ الإذن وتم الضبط والتفتيش ده مش ثابت خالص حضوره في يوم 16/5 خالص. الله، طب ازاي؟ طب ما كده ده هو قام نفذ الاذن وضبط وقال انا عملت كذا كذا كذا. فهنا جه على يوم 16/5 ده وثبت فيه الكلام ده. جينا فيه 16/5
في اخر بند في الصحيفه 90 لقينا في البند ثابت. خلي بالكوا بقى من البند ده، البند ده قاتل الدعوه، قاتل للدعوه، مفيش فيه كتاب ومفيش فيه حاجه. لقينا الصحيفه 90 يوم 16/5 بند 4 قائم الساعة 9:15 قائم ملازم أول فلان الفلان ده بتحرير محضر سرقة ومتعلقات الشخص المتهم والبطاقة والكارنيه، وكان مقدم البلاغ اللي بيعمل المحضر محامي. خلي بالك التوقيت ده مهم. 9:15 بيفتح ثابت ده في بند في دفتر الاحوال في البند اللي هو 4 ده الصحيفه 90، وقال مضمون المحضر وتم تحرير المحضر اللازم وجاري البحث عن ده وثبت في دفتر الاحوال. طيب احنا بقى عشان تعمل ايه انت كمحامي؟ فطلبنا التأجيل من المحكمة وقلنا احنا عايزين نجيب صورة من المحضر، صورة رسمية من المحضر المحرر بذات التاريخ. ليه؟ لأن المحضر الجناية بتاعتنا محرر في ذات التاريخ 9:15. خلي بالك فتحوا محضر الضبط الساعة كام؟ الساعة 8. الساعة 8 انتقل لتنفيذ الاسم الساعة 8:15، وصل مكان تواجد المتهمين الساعة 8:30، متهمين وصلوا بعربية 8:30، 10 دقايق وقفوا قالوا احنا استنى لما نزلنا وكملنا ليهم وكده، والساعة 8:30 بالدقيقة تم إلقاء القبض على المتهمين أثناء نزولهم من السيارة وبدأ الإجراءات التفتيش. الساعة 8:30 في المحضر المحرم من الأستاذ المحامي بفقد الكارنيه والبطاقة الشخصية وبعض متعلقاته، الساعة 8:30 ها اتفهمت؟ ها؟ اتفهمت؟ ده هترتب عليها دي حاجات كتير. ها؟ ماله؟ يا بقي المحامي رايح مجني عليه بيقدم بلاغ للاسم بيقول حاجه مالهاش علاقه بالقضيه، بيقول انا اثناء وجودي في المكان الفلاني تعرضت لحادث سرقه بالكارنيه والبطاقه وبعض الاوراق الخاصه بالموكلين، وعمل المحضر وبداوا ونهاوا وثبتوا. الساعة 8 ثبت المحضر، فتح المحضر يوم كذا، اليوم أثناء تواجدنا حضر إلينا الأستاذ فلان الفلاني المقيم بحلمية الزيتون وأبلغ شفاهته بقيامه بأنه تعرض لواقعة سرقة وتتضمن كارنيه والبطاقة وبعض الأدوات الخاصة أو الأوراق الخاصة به. الضابط سنجيم خلص محضره، جاب دفتر الاحوال، ثبت الساعه 9:15 ان عمل دفتر الاحوال، فتح محضره الساعه 8، ثبت في دفتر الاحوال الساعه 9:15. هنا محضر الضبط، محضر الجنايه بتاعت المخدرات، الضابط امن الاسم، ثبت بند القيام الساعه 8 بند القيام الساعة 8، ووصل لمكان ضبط السيارة الساعة 8:30. الساعة 8:30 وصل المتهمين مرضى السر اللي اتصل عليه قال له المتهمين ما وصلوا بالسيارة في مكان محطة كذا الساعة 8:30، خرجوا من مكمنهم الاثنين وتوجهوا إلى المأذون بتفتيشهم بالسيارة، والضابط اللي هو التقط الشنطه من ايد المتهم الاول والمتهم الثاني
قبضوا عليه وأيدوهم بالإيد الحديدي وبدأ إجراءات التفتيش. هنا الساعة 8:30 ده تم الضبط. خلص الضبط والتفتيش الساعة كام؟ الساعة 9:45. 45 انتقل من مكان الضبط وخلص وتوجه للمركز الساعة كام؟ الساعة 10:15. وصل القسم وفتح محضر الضبط الساعة 11. ادي المدة. والله العظيم اللي ما يجاوب فيكم فيها يبقى العملية يعني. لأن الكلام ده مش هتشوفوه خالص لما تطلعوا تشتغلوا، مش هتشوفوه عمركم. بس هتيجوا تتعاملوا معاه، مش هتعرفوا تتعاملوا معاه. دفتر الأحوال مش من ضمن أوراق الجناية. دفتر إيد القضايا مش من ضمن أوراق الجناية. وكان في محامي ممكن يترافع على الورق وما يجيش في دماغه لا دفتر أحوال ولا دفتر إيد القضايا، ونترافع على الورق والمتهم في الآخر ياخد مؤبد. أنت مش بنقول المحامي ده بيفكر مبتكر عالم؟ وهو ده يعني لما انا اجيب ادله تنفي ادله الثبوت اللي من النيابه العامه، بل اكتر منها، من ادله موجوده خارج الدعوه الجنائيه ومش موجوده في النيابه، ده موجوده في الشرطه. ايه الظابط ايه ده؟ ربنا ده، ربنا اللي عايز كده. وهو الناس دي اتظلمت، الله اعلم، بس ربنا اللي عايز كده. ربنا بمعنى بقى ان الظابط بقى، مش انتوا فاهمين؟ هل امر بيه عند حضرتك تتكلم؟ عايز تتكلم؟ عايز تقول حاجه؟ اتفضل. لا دي حاجه ثانيه دي. لا لا لا، ده انا هقول لك دافع جميل. طبعا المفروض هقول لك دافع جميل. قول لك دافع جميل. وعدم معقوله الواقع هتقول ده كويس. هتقوله برضه، هتقوله. هنا بقى نعمين. لا ما احنا نسمع واحد واحد عشان نفهم. قول يا استاذ. هي قال اعترفت سبب، ها؟ نفس التوقيت. برافو عليك. هنا هنا نقولها الاول كده وبعدين نقول الدافع بتاعها. هنا حسب التصور اللي موجود في الدفتر، اللي موجود في الدفتر وحسب اللي موجود في التحقيقات بتاع الجنايه، الضابط موجود في الاسم بيعمل محضر. خلي بالكم التوقيتات هي ايه؟ الساعة يعني. الضابط موجود في الاسم بيعمل محضر. وفي نفس التوقيت موجود بره في مكان، في قرية أو في مكان تاني، بيقوم بضبط وتفتيش المتهمين وينفذ إذن النيابة العامة. شوف بقى أهو. واحد بيعمل محضر هنا وفي نفس التوقيت موجود وعامل كمين والمصدر السري قال له الناس جم، وصلوا الساعة 8:00 8:30، قعد 10 دقايق في الكمين، لما لقى واحد نزل قام، قام بإلقاء القبض على المتهم. خرج الساعة 8، وصل 8:00، خرج بالاسم الساعة كام؟ 8. في نفس التوقيت اللي فتح فيه المحضر اللي المحامي جه بلغ وقال انا اتسرقت. مفهومة يا بهوات؟ ها؟ خرج التوقيت اللي خرج ينفذ بيه الإذن كان موجود فين؟ بيعمل محضر وبيكتب فتح المحضر الساعة كذا، وهو في نفس الساعة دي موجود بره في المكان الضبط اللي النيابة أذنت بتفتيش المتهمين فيه. واستغرق من خروجه للإسم
للضبط والتفتيش والخروج بالمتهمين وضبط المضبوطات دي كلها نفس التوقيت اللي كان موجود بيعمل فيه المرض ده. ينفع؟ طيب هنا بقى، ده اصلا الموضوع ده بيحصل مش كتير، مش كتير قوي ده كده بيجي. يبقى انت عندك هنا هتقول ايه؟ بطلان جميع اجراءات الضبط والتفتيش التي تمت بالدعوة منذ ان بدأت الى ان انتهت، لان القائم بالضبط والتفتيش لم تأذن له النيابة العامة ولم يتواجد اثناء تنفيذ الإذن، وبالتالي لا يسأل كشاهد اثبات في الدعوة ويمتنع عن المحكمة او النيابة استجوابا. وكذلك بدنا نقول ودفع بأن ما آتاه الراء أو المقدم النقيب فلان الفلاني الخاص بإجراءات الدعوة الجنائية والتعامل وإثبات أنه متواجد في مكان آخر للتحرير المحضر هو التزوير المفضوح والتزوير اللي نص عليه القانون. دفعت الدفع ده في محضر الكاس وطلبت من المحكمة إثبات إن أنا بتهمه بالتزوير في محضر الجلسة وبصفتي محامي وبصفتي مواطن وبتهمه عن التزوير عن المجتمع بره. قلت له لأن ده خطر على المجتمع. هنا الأمر ده لما تيجي أنت هنا بقى عشان برضه يبقى الكلام واضح، لما احنا ثبتنا الكلام ده في دفتر الأحوال المحكمة خدت الدفتر وطلبت من سكرتير الجلسة قال له اكتب عندك يا، والمحكمة اطلعت على دفتر الأحوال الخاص بالصحيفة رقم 90 بالبند رقم كذا أنه قائم الملازم أول فلان الفلاني بتحرير محضر رقم كذا والخاص بالمبنى عليه الأستاذ فلان الفلاني المحامي والذي يتضرر من تعرضه لواقعة سرقة وبعبارة عن عدد المسروقات وفي الآخر وأقفل المحضر على ذلك وساعته وتاريخه وكانت الساعة كذا. آدي المحكمة ثبتت لك أو ثبتت لك اللي أنت عايزه اللي هو موجود اللي هو هيتعارض تماما وينفي الواقعة كلها وتقول عدم صحة الواقعة. ليه؟ عدم صحة الواقعة ليه؟ لأن كل الإجراءات اللي تمت بها الدعوة لا أساس لها من الصحة. دعوة من غير شهود إثبات. ما هو شهود الإثبات هو الضباط اللي بيعملوا محضر الضبط والإذن والكلام ده كله. طيب لما أنا أجي كدفاع عن شهود الإثبات هجيب مين؟ لما قلت المحكمة كتبت؟ لا. قلت له يا ريس أنا مصمم على شهود الإثبات. عايز أسألك. قال لي أستاذ بقى. قلت له يا ريس مش حقي شهود الإثبات دي حقي إن أنا أطلبه. عايز أناقشه. قال لي هو ما فيش شهود الإثبات. خلي بالك لازم تبقى أنت لماع وذكي. أنا بسأل السؤال ده عايز سؤال عايز الرد بتاعه هيريحني. أنا حافة واتجاه المحكمة إيه؟ قال لي أنت مصمم على شهود الإثبات ده؟ قلت له دول شهود الإثبات في الدعوة هم اللي عملوا التحريات هم اللي عملوا الضبط وهم 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 فمن حق أسأله. قال لي هو فين شهود الإثبات ده؟ خلاص فهمت. يبقى هو خد بصحة الدفع واقتنع إن الضابط اللي عمله ده تبقى دفتر الأحوال صح. هنا لما تيجي انت بقى بعد ما خلصت وثبتت الدفوع دي الدليل ده انت جبته منين؟ من بره. دفتر ايد القضايا جبته منين؟ من بره. ده اكتر من كده
دفتر ايد القضايا لما جينا احنا بقى ما احنا فاهمين ازاي نقرا النقطه كده نبقى نشوف راح فين وجا منين. وفي دفتر الاحوال دفتر القضايا دي بيكتبوا كتابه كده نفسي في رغم ما تعرفيش تقرا يعني ما تعرفيش تقرا خالص. انما بقى المتمرس بيشبك الحروف في بعضها ويطلع كلمه. فاحنا جينا في دفتر ايد القضايا لقينا القضيه بتاعتنا بقى قضيه المخدرات واخده رقم ايه؟ واخده رقم مش بتاع القضيه اللي المحكمه بتنظرها. يعني القضيه واخده رقم مثلا 1916. لقينا القضيه بتاعتنا بتاعت المخدرات دي مع دفتر ايد القضايا مزبوطه في تاريخ غير التاريخ وظابط غير الظابط والرقم اللي ثابت في دفتر الاحوال ده رقم القضيه مش رقم القضيه بتاعتنا خالص. المحكمه طلعت اثبت الدفتر كذا طلع على دفتر ايد القضايا تبين ان القضيه محل الاتهام تحمل رقم كذا بينما ثابت في دفتر ايد القضايا ان القائم باثبات الماموريه النقيب بلال الفني محتمل خالص وان القضيه تحمل رقم كذا غير الرقم بتاعه. تسهيل ربنا جايه كده من اوسع الابواب. بس بايه؟ شغلك لازم انت ثبتنا الكلام ده وخلصنا وكان في القضيه حاجه ثانيه برضو لازم تعرفها. الاذن لما بيصدر لوكيل النيابه من وكيل النيابه للضابط اما ان يصدر شخصي واما ان يصدر له ولغيره. خلي بالك مهمه جدا. يصدر شخصي يعني ايه؟ الضابط بيعمل محضر تحريات ورد عن النيابه ان يعمل نائزاً لمحرر محضر التحريات. نائزاً لمحرر محضر التحريات بس بتنفيذ بتفتيش شخص ومسكن وملحقات مسكن الى اخره ويحرر محضر الاجراءات اللي ورد عليه. يبقى الاذن هنا صادر لمين؟ الواحد بس الشخص القائم بالتحري بس يبقى هو اللي تحرى وهو اللي هينفذ الاذن. طيب لما هو اللي هيتحرى وينفذ الاذن ارجع للقانون بقى ارجع للقانون ارجعوا للقانون في تنفيذ الاذن وارجعوا في القانون ده كيف يتم الاذن بهذه الصوره. القانون قال بقى طالما الاذن شخصي وصادر لمجرى التحريات هو اللي ينفذه بشخصه ما يصطحبش حد معاه خالص. في المره اذن نيابه فتش انت لمحرر المحضر بس طب محرر المحضر بس وياخد القوه العساكر والكلام ده كله ما ياخدش حد معاه تاني خالص من الضباط. طيب لو قام نفذ الاذن بالصوره دي وقام بمفرد ونفذ الاذن وضبط وفتش ايا كان بقى الاجراءات فتنفيذ الاذن صحيح. ها؟ نعم باشا؟ هقول يا باشا هنا بقى. طب في حاله ثانيه قانون برضه تقول ايه النيابه بقى؟ نأذن لمحرر المحضر التحريات فلان الفلاني او لمحرر محضر التحريات بس لضبط وتفتيش شخص ومسكن وملحقات مسكن. وهنا بقى ايه؟ ضبط بيقول لما يقول نأذن لشخص فلان الفلاني ومن خلي بالك اللي هنفذ الاذن مين بقى؟ يبقى هنا النيابه اباحت للمأمور الضبط القضاء اللي صدر بالله الاذن انه يندب واحد غيره يروح ينفذ الاذن. لانه الايه؟ لمأمور الضبط القضائي اللي هو محرر محضر التحريات او من يندبه. يبقى من حق الضابط اللي صادر به الاذن يندب زميل له بتنفيذ الاذن ده وهو مش موجود ما يروحش. هقول انت فاهم؟ ومن يندب يبقى يندب بناء على كذا كذا مندب زميلي فلان الفلاني بتنفيذ الاذن. ماشي هنا يبقى
يبقى حقه ينفذ ايه؟ ما ندبش حد. ومن ينيب؟ ينيب حد تاني برضه. هو لا ندب ولا اناب، والمعاونه معاه برضه، يبقى معاه الندب ومعاه الانابه ومعاه المعاونه. المعاونه ده ما ينفذش لوحده، ده يروح معاه يعاونه في الضبط والتفتيش. اما اللي ينيبه يبقى النيابه صرحت له بانابه غيره لتنفيذ الاذن، لانه هو مشغول في ماموريه تانية. هو مشغول في ماموريه تانية، حقه. او ينيب حد تاني برضه حقه. انما من يعاونه ده يبقى معاه صحبته في تنفيذ الاذن. طب خد الضباط بقى وراح كلهم ثلاثه اربعه وراحوا حقه، لان النيابه صرحت له بكده. طيب ده كلامك فاهم كده؟ ها؟ فيش طلب؟ لا يا باشا لا لا. الضابط لما بيعرض على النيابه بيقول دلت حريتنا ويكتب مضمون الاذن، واقفل المحضر على ذلك في ساعته وطريق، ويعرض على السيد الاستاذ الفاضل وكيل النائب العام للاذن لنا بضبط وتفتيش شخص ومسكن وملحقات مسكن والسياره التي يستقلها المتهم. بس ده اللي بيقوله. انما لانه مش من حقه يقول ان اندب، لا لا الندب ده من النيابه، مفيش فيه. يبقى هنا الاذن بالصوره دي بقى صرح لمامور الضبط القضائي انه يصطحب اي من الضباط والقوات معاه ويروح يفتش. تمام. طيب الاذن الشخصي بقى لما صدر انه يطلع ينفذه لوحده، هل يجوز انه يصطحب معاه اي من الساده الضباط لتنفيذ هذا الاسم؟ ينفع؟ لا ما ينفعش. ما ينفعش خالص. ليه؟ لان القانون بيقول ايه بقى؟ والاذن شخصي. الاذن شخصي يبقى منصب على القائم بالتحريات والصادر له الاذن فقط لا غير. بالاذن كمان. طيب لما نيجي نقول بقى هينفذ هو بشخصه، طب لو هو قال وقفنا في الاذن بناء على اذن النيابه الصادر لنا كذا كذا، قمنا اليوم بمأموريه كذا كذا لتنفيذ الاذن وبصحباتي الرائد فلان الفلاني رئيس المباحث لتنفيذ الاذن، وانتقلوا لتنفيذ الاذن، وأكمنوا كمين، عملوا كمين لأن العربية جاية في الطريق محل التحري ومحل الاتهام والمتهمين راكبين فيها. وصلت الساعة 8، نزلوا وقفوا جنبها ساعة تكلموا مع بعض، الساعة جت 8:30 خرجوا الاثنين الضباط وقاموا رايحين على السيارة. المتهم أولاني مع الشنطة خدها منه المنفذ. هنا بقى لما نيجي نشوف محضر الضبط بيقول إيه؟ قال إن أنا انتقلت وقام نقيب فلان الفلاني بضبط وتفتيش المتهم الاول وانتزاع الحقيبه من يده، وقام النقيب او الرائد فلان الفلاني رئيس المباحث بالقبض على المتهم الثاني وتفتيشه، وقام بقيده بالقيد الحديدي وإعلامه بإذن النيابة العامة، وأننا بصدد تنفيذ إذن النيابة العامة وأعلمناه بشخصياتنا وطبيعة مأموريتنا. الضابط الثاني اللي فتش المتهم الثاني اللي هو لا صادر له إذن، واللي هو الإذن لم يشمله، واللي هو الإذن لم يصرح لمصدره بالإنابة أو بالندب. قانون يا جدعان والله، بس قانون موضوعي. الكلام ده يتقال يطلع سمع المحكمة. طيب هنا بقى التفتيش ده يبقى طبقا لصحيح القانون ولا تنفيذا لإذن النيابة؟ لا، النيابة لم تأذن بكده، وده القانون قال كده. والقانون قال إيه بقى؟ لا يجوز، لا يجوز لمن ندب بالذات أن يندب غيره.
شوف الكلام، كلامي ومحكمة النقض اضطرت على كده. لا يجوز لمن ندب بالذات أن يندب غيره قولا قاطعا فاصلا. مفيش كلام يعني، هنا مفيش اجتهاد. الإذن صدر لك بمفردك تطلع بمفردك. خالفت الإذن وخدت غيرك وانت تجهل القانون، يبقى إجراءك هيشوب البطلان. خلصان، ده دفع، ده قانون، مش دفع موضوعي، ده قانون. لا يجوز لمن ندب بالذات أن يندب غيره. والندب مش شرط يكون بالكتابة من المأذون له بالتفتيش، لأن المندوب لو صرحت بالندب وندبه شفاهة، الندب صحيح، لأن سواء ده أو ده بينفذ إذن النيابة العامة. نعم. لو شفاهة هيمشي. ليه؟ لأن الأصل سواء المأذون له بالتفشيش الأصلي وندب شفاهة زميله عشان ينفذ الإذن، ده صحيح. ليه؟ لأن ده بينفذ إذن النيابة والمندوب بينفذ إذن النيابة. فيستوي ده أو ده، إنما الأصل كله تنفيذ إذن النيابة سواء ده أو ده. إنما الإجراء هو ده اللي لازم يبقى طبقا للقانون. لازم يبقى طبقا للقانون. يبقى هنا هنقول بطلان القبض والتفتيش وما ترتب عليه من إجراءات، لأن القائم بالضبط والتفتيش لم تأذن له النيابة العامة. نعم. ها؟ ايه؟ مصدر السر. هيبقى ايه؟ بيقول لك يبقى شاهد. لا لا، ده المصدر السني بقى لنا 40 سنة نيجي قدام المحكمة ونقول نفسنا قبل ما نموت نشوف المصدر، نشوف المصدر السر. مفيش مصدر سر. مفيش مجهول. ولا خلي بالك، خلي بالك المصدر السري غير معلوم، مجهول، غير معلوم. والمصدر السري تقولوا انت برضه لا يجوز ان يرتب دليل معلوم على دليل مجهول. دليل المجهول بتاع المصدر السري برتب عليه اذن او برتب عليه دليل المحكمه قالت ايه؟ طب ازاي ما ينفعش؟ لان اساس الدليل لازم لابد ان يكون يقينا جازما. عشان ارتب عليه دليل، ابني عليه دليل، المحكمه تطمن، تقول اطمن للتحريات، اطمن لشهاده شهود الاثبات، على اساس ان الشهاده دي اساسها دليل معلوم. ها؟ مال؟ ما يجيبش مصدر سري؟ لا، ما حدش يقدر يجيب المصدر السري خالص. بيكتبوا خشيه على حياته خالص. اللي بيكتبوا ما حدش يقدر يجيب المصدر السري خالص، ولا المحكمه تقدر تجيبه. ولا هو معروف، وممكن يكون ما فيش حد خالص وهم بيقولوا مصدر سري، لان ده مجهول. وانا بقول الكلام، هو حد شاف المصدر السري؟ لا النيابه شافته، ولا المحكمه شافته، ولا النيابه شافته. بس يعني انما بيتهيأ، مش ما فيش. لكن اهو ماشي، بس المحكمه برضه حريصه في الاحكام. مصدر السري ده بيتحقق كره لانه مجهول، مصدر مجهول وبيقول معلومه، مصدر مجهول ويجري بمعلومات تكون اساس لان يبنى عليها اجراء نص عليه القانون واستقرت عليه احكام محكمه النقض.